النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. استشهد مسنان فلسطينيان في مخيم اليرموك جوعا جراء استمرار الحصار على المخيم لما يزيد عن 180 يوما على التوالي، ما يرفع عدد ضحايا الجوع في المخيم إلى 48 شهيدا منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي. أقدم مستوطنون فجر اليوم على إحراق مدخل مسجد علي بن أبي طالب في قرية ديرستيا شمال سلفيت، فيما خطوا شعارات عنصرية على جدرانه تدعو للانتقام من العرب. شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات وهمية فوق أجواء مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما أخلت وزارة الداخلية في حكومة حماس مقراتها الأمنية تحسباً لأي طارئ في ظل التحليق المكثف لطائرات الاحتلال. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال مؤتمر المانحين لإغاثة الشعب السوري في الكويت عن تقديم بلاده مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 380 مليون دولار لسوريا، فيما تعهدت دولة الكويت خلال افتتاحها المؤتمر بتقديم نصف مليار دولار، أما السعودية فأعلنت تقديم 60 مليون دولار لترفع بذلك حجم مساعدتها إلى 260 مليون دولار لإغاثة السوريين. يتواصل الاستفتاء على الدستور المصري في يومه الثاني والأخير بعد أن شهد أمس إقبالاً كثيفاً حسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية التي أكدت أن اليوم الأول مر بسلاسة وبنجاح أمني، ويتوقع إعلان نتيجة الاستفتاء السبت المقبل إذا لم يتم التأجيل لأي سبب طارئ. وأخيراً منح صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الممثل الأمريكي مايكل دوكلاس جائزة داني كاي للسلام الإنساني تقديراً لجهوده التي بذلها كمبعوث المنظمة الدولية للسلام منذ عام 1998. نهاية النشرة، إلى اللقاء.